الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المعتدين الأشر. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وأنا منها لما يهبط من خشية الله. هذا قد ما يزيد لحظة قد ما يزيد عتوا وتعاظما، لورغي نتاعهم إلي أومونتي بلوس كيكسبونونسيال، هذا شيء كبير اللي تلزم من تل فاسون كل شوت سورا كاتاستروفي. طلعهم طلعهم ربي قال اصعد لنا علوا كبيرا. هذا قاعد يقع، لكن إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، أن يظل الخوف على وجوهكم كل أصقاع الأرض، كل ما عنده صلة بالصنونية والكنائسية إلا وتلقى وجهه في آثار انقطاع النوم اللي يبني واللي يقوي الذاكرة واللي يعاون على البهجة وحفظ الصحة، وآثار الجانبية الدويات النومة الزيبروتيك دو توتو سورت، والخوف من أن نداهمهم عند غفلتهم. هذا كله محطوط قدامنا واضح جلي. نسأل الله أن يجعل حياتهم رغم ادعاءاتهم أنهم الطغاة المتجبرون الذين يجب أن يكون من يخالفهم يخافهم كذا، هو عكس ذلك. هو نحن رغم قلة عددنا وقلت المدد وقلت الأموال وقلت العتاد الحربي، رغم ذلك الحرب قادة تنهك في عدونا حتى نهارت اللي ربي يأذن بالفتح العظيم نلقاهم يابطوا شمانيخة وكل بنيان ونلقى القصور اللي هي قصور من أوهام، قصور ما نقولوش احنا من الطين من الأوهام. وهذا يوم الفرح، الفرح لنا، ويزداد شكر لله في ذلك اليوم العزيز علينا. متى نصر الله؟ أنا نصر الله قريب. والسلام.